أهلا وسهلا بكم. سنقرأ اليوم قصة القنفذة شويكة. القصة من تأليف هيلين باتريك سبوتر، ترجمة وإعادة الحكاية فهد بن عامر السعيدي، رسومات حدام بن سعيد الحارثية. يحكى أنه كانت هناك فتاة صغيرة تدعى سوسن، تعيش في مزرعة تدعى المختبية. سوسن فتاة مهذبة، ودائما ما تضيع مناديلها. في أحد الأيام، جاءت سوسن الصغيرة إلى ساحة المزرعة وهي تبكي: لقد فقدت 3 مناديل ومئزرا، هل رأيتها أيتها القطة المخططة؟ أكملت القطة مسح يدها البيضاء دون اكتراث، فتوجهت بسؤالها للدجاجة بجاجة: يا دجاجة بجاجة، هل عثرت على 3 مناديل ومئزرا؟ لكن الدجاجة بجاجة لم تجبها، ومشت حتى اصطدمت بسياج الحظيرة وقوقأت: أنا أمشي حافية القدمين، حافية القدمين، حافية القدمين. سألت سوسن عصفور أبي الحناء الذي كان جالساً على غصن شجرة. نظر أبو الحناء إليها بطرف عينيه اللامعتين، ثم طار إلى درج صخري يقود إلى طريق خارج المزرعة، ثم ذهب بعيداً. صعدت سوسن الدرج الصخري ونظرت إلى التلة التي خلف مزرعة المختبية. كانت تلة ترتفع عالياً إلى السماء نحو الغيوم، وكأن لا قمة لها، وعلى مسافة بعيدة بجانب التلة خيل لسوسن أنها رأت بعض الملابس البيضاء منشورة فوق العشب. أسرعت سوسن في الصعود إلى أعلى التلة بأسرع ما تحملها ساقاها القويتان. ركضت على مسار شديد الانحدار صعودا وهبوطا حتى أصبحت مزرعة المختبية تقع أسفلها مباشرة. كان بإمكانها أن ترمي حصاة داخل مدخنة المطبخ مباشرة. بعد مدة وصلت سوسن إلى نبع ماء يتدفق خارجا من جانب التلة. كان أحدهم قد وضع دلوا لجمع الماء، لكنه كان ممتلئا والماء يفيض منه،
فالدلو لم يكن أكبر من فنجان البيضة. انتبهت سوسن إلى آثار أقدام على التربة الرطبة في الطريق. يبدو أنها لشخص صغير جدا. استمرت سوسن في الركض، فانتهى بها الطريق عند صخرة كبيرة. كان العشب هناك قصيرا وشديد الخضرة، إضافة إلى ملابس منشورة على منشر غسيل مصنوع من أعمدة خشبية من جذوع نباتات السرخس، وحبال طويلة من الأسل مثبتة بمشابك صغيرة. لكن لم يكن هناك مناديل، وكان هناك شيء آخر، إنه باب داخل التلة تماما، وكان أحدهم يغني من ورائه: أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاح، فأغسل الملابس، أنظف الجوارب، وأنشر القمصان، وأكوي المعاطف. طرقت سوسن مرة أو مرتين، فانقطع صوت الغناء، ثم تناهى إلى سمعها صوت خائف قليلا: من هناك؟ دفعت سوسن الباب. ما الذي تتخيلون أنه كان داخل التلة؟ كان هناك مطبخ نظيف وأنيق، أرضيته مرصوفة وعوارضه خشبية مثل المطابخ العادية تماما، إلا أن السقف كان منخفضا جدا حتى كادت سوسن أن تلمسه برأسها. حتى الآنية والمقالي كانت صغيرة أيضا، وهكذا كان كل شيء في ذلك المطبخ صغيرا. فاحت رائحة كي ملابس ساخنة لطيفة، وعند الطاولة وقفت امرأة قصيرة ولكنها قوية جدا، وفي يديها مكواة، وهي تحدق بقلق في سوسن. ثنت تلك المرأة لباس العمل للأعلى، فقد كانت ترتدي مئزرا كبيرا فوق تنورتها المخططة، وبدأ أنفها الأسود الصغير يتشمم ويتشمم ويتنشق، وبدأت عيناها تطرف وتطرف، وتحت قبعتها كانت تلك المرأة الصغيرة تملك شوكا، بينما كانت سوسن تملك خصلة شعر طويلة. سألت سوسن: من أنت؟ هل رأيت مناديلي؟ قامت تلك المرأة الصغيرة بانحناء واحترام وقالت: نعم، إذا سمحت لي، اسمي السيدة شويكة. نعم، إذا سمحت لي،
فأنا غاسلة ملابس ممتازة. وأخذت قطعة ثياب من سلة الملابس ونشرتها على بطانية الكي. قالت سوسن: ما هذا الشيء؟ أليس هذا منديلي؟ قالت السيدة شويكة: لا، إذا سمحت لي، هذه صدرية عصفور أبي الحناء القرموسية الصغيرة. ثم قامت بكيها وطيها ووضعتها في أحد الجوانب. ثم أخذت قطعة ثياب أخرى من مشجب الملابس. قالت سوسن: أليس هذا مئزري؟ قالت السيدة شويكة: لا، إذا سمحت لي، هذا مفرش طاولة من الحرير الدمشقي للعصفورة سحر. انظري كم هو ملطخ بعصير العنب، إنه متسخ جدا، كان لابد أن يغسل. ثم بدأ أنف السيدة شويكة يتشمم ويتشمم ويتنشق، وبدأت عيناها تطرف وتطرف. ثم ذهبت وجلبت مكواة ساخنة أخرى من النار. ذلك أحد مناديلي، صاحت سوسن. وهذا مئزري. قامت السيدة شويكة بكيه وتثنيته وتصفيف أهدابه. قالت سوسن: هذا جميل. وما تلك الأشياء الصفراء الطويلة ذات الأصابع مثل القفازات؟ قالت السيدة شويكة: ذلك زوج جوارب للدجاجة بجاجة. انظري كيف أصبحت مهترئة من كثرة النكش في الحظيرة، وقريبا جدا ستمشي الدجاجة بجاجة حافية القدمين. قالت سوسن: يا إلهي، هناك منديل آخر، لكنه ليس لي، إنه أحمر. قالت السيدة شويكة: لا، إذا سمحت لي، هذا للسيدة أرنوبة الكبيرة، إن رائحة البصل تفوح منه، لقد اضطررت لغسله بشكل منفصل، لم أستطع إزالة الرائحة منه. قالت سوسن: ذلك منديل آخر لي. تساءلت سوسن: ما تلك الأشياء البيضاء الصغيرة والغريبة؟ قالت السيدة شويكة: هذه قفازات القطة المخططة، يتوجب علي كيها فقط، لقد قامت بغسلها بنفسها. قالت سوسن: ذلك منديلي الأخير. وماذا الذي تغمسينه في وعاء النشا؟
سألت سوسن. قالت السيدة شويكة: إنها صدريات صغيرة للعصفور قرقف، إنها أكثر الملابس اتساخا. لقد انتهيت الآن من الكي، سأقوم بترويح بعض الملابس. قالت سوسن: ما هذه الأشياء الرقيقة الناعمة والمحببة؟ تلك معاطف صوفية للحملان الصغيرة التي تسكن تحت التلة. سألت سوسن: هل يمكنهم خلع معاطفهم؟ قالت السيدة شويكة: نعم، إذا سمحت لي، انظري إلى علامة الخراف على الكتف. العلامة الواحدة تعود لمزرعة السعد، والعلامات الثلاث تعود لمزرعة المختبية. إنها دائما ما تملك علامة في أثناء الغسيل. قامت السيدة شويكة بنشر الملابس بكل أنواعها وأحجامها، من معاطف بنية صغيرة للفئران، وصدرية مخملية سوداء للخلد، وسترة حمراء من دون ذيل للسنجاب فهيم، وسترة زرقاء منكمشة جدا للأرنب مريبع، وثوب نسوي من دون علامة قد فع في الغسالة، وأخيرا أصبحت السلة فارغة. بعدها قامت السيدة شويكة بإعداد الشاي، كوب لها وكوب لسوسن، ثم جلستا أمام النار على مقعد طويل، ونظرت كل واحدة إلى الأخرى في أثناء الحديث. بدت يدا السيدة شويكة متجعدة جدا بسبب رغوة الصابون، وذات لون بني داكن، وهي تمسك بكوب الشاي، وظهرت أطراف دبابيس شعر حادة في كل بقعة من ملابسها، لذلك لم ترغب سوسن في أن تجلس بالقرب منها. عندما انتهتا من احتساء الشاي، قامتا بربط الملابس في حزم، وقامت السيدة شويكة بطي مناديل سوسن داخل مئزر سوسن النظيف، وثبتتها باستخدام مشبك فضي، ثم قامتا بإطفاء النار بالتراب، وخرجتا وأغلقتا الباب، وخبأتا المفتاح تحت عتبة الباب. هرولت السيدة شويكة وسوسن نازلتين من التلة تحملان حزم الملابس، وعلى طول الطريق خرجت الحيوانات الصغيرة من بين أشجار السرخس للقائهما، وكان أول من التقى بهما الأرنب مريبع والأرنب ضاحي.
أعطت السيدة شويكة الحيوانات ملابسها النظيفة الجميلة، وكانت الحيوانات والطيور الصغيرة جميعها ممتنة جدا للسيدة العزيزة شويكة. وحين وصلتا إلى أسفل التلة عند السلم الصخري، لم يبق شيء لتحملانه باستثناء حزمة سوسن الصغيرة. أسرعت سوسن في النزول من الدرج الصخري والحزمة في يدها، ثم التفتت للسيدة شويكة لتقول: ليلة سعيدة، ولتشكر غاسلة الملابس. لكن السيدة شويكة لم تنتظرها، لا لقول شكرا ولا لدفع ثمن الغسيل. كانت تركض وتركض وتركض لأعلى التلة، ولكن أين هي قبعتها البيضاء المزينة؟ وأين هو شالها وفستانها وتنورتها؟ وكيف صغر حجمها بسرعة؟ وكيف تغطى جسدها بالأشواك البنية؟ يا إلهي، لم تكن السيدة شويكة إلا قنفذة. والآن يقول بعض الناس أن سوسن الصغيرة كانت نائمة على الدرج الصخري، ولكن كيف يمكن لها أن تجد مناديلها الثلاثة ومئزرها مغسولة ومكوية ومحزومة بمشبك فضي؟ بالإضافة إلى ذلك، لقد رأيت أنا ذلك الباب في الجزء الخلفي من التلة يطلق عليه أجراس القطة، إلى جانب أنني أعرف السيدة شويكة حق المعرفة.